يعكس على قلبي أنا كعربي بصفة عامة، وطبعا لجميع العرب هذا الإنجاز اللي وصل فيه المغرب كأول دولة عربية تصل إلى الدوري للنهائي الأربعة في كأس العالم. هذا حسسنا إن إحنا كعرب كلنا، مو بس المغرب، كلنا وصلنا إلى هذه المرحلة. وبحكم صداقتي طبعا المقربة من بعض الفنانين، كنا دائما على تواصل أنا والفنان شوقي أحمد شوقي، وكنا دائما على التلفون. أنا وقتها كنت موجود في الإمارات أصور مسلسل، وهو كان في حفلات متعددة رايح جاي مع الشاب خالد تحياتنا. فكنا دائما كل ما المباراة بتنتهي بنشغل غنية الدار ديالي، اللي هي الغنية اللي جمعتنا أنا هو مع البرودوسر دي جي بلال أفريكانو. فطبعا يعني أنا سعيد جدا للمغرب، وبإذن الله في كأس العالم الأخرى ممكن نجد المغرب وغيرها من الدول العربية تصل إلى الدوري الأربعة لو مو النهائي بإذن الله سمعنا عليه. وطبعا أكبر إنجاز سمعنا عنه هو بأنه المغرب ستشهد وتستضيف كأس العالم 2030، وهذا سيسلط الضوء مو فقط على إمكانية المغرب بتغطية إعلام كبير جدا ضخم مثل كأس العالم، بل هي ستسلط الضوء على ما تملك المغرب من معالم وثقافة وحضارة وفن وشعب وروح وكل شيء. يعني تتسأل واحد بيحب المغرب. فطبعا أنا سعيد جدا، وإلى 2030 بإذن الله نراكم هنا في المغرب ونشوف كل التحقيقات اللي المغرب بتتم وتنجزها إن شاء الله. تحياتي لكم، سلام.